نستهل إذن هذا الموعد الاقتصادي إذن من ولاية وهران، أين نظم المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالولاية يوما تحسيسيا حول طريقة ولوج المنصة الرقمية المستحدثة للاستيراد بموقع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وتم الإعلان عن إنشاء فيدرالية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية، والتي ستكون مهامها فتح باب الحوار والتباحث. التغطية لمراسلتنا من هناك كريمة سواق. هذه مبادرة دارها الاتحاد العام للتجار والحرفيين فيما يخص هذه التعليمة الجديدة اللي دارتها وزارة التجارة، اللي عطاتها للوكالة الوطنية لترقية الصادرات للتجارة الخارجية، اللي يقوم فيها تسجيل المتعامل الاقتصادي قبل ما يقوم بعملية التوطين لا بريدوم، دونك اللي يكون التسجيل عند هذه المنصة. أنا ماذا بيا ما شاء الله نولي هنا مصنع، برودوي اللي راني نجيبها نصنعها هنا. بصح هو نورمالمون المنتج هو اللي يروح، بالعكس هو اللي يروح لألجكس ويماركي الانتاج تاعه باش ألجكس دير احصائيات ومن ثم تدي الاحتياطات وتكون قائمه وقال ها البرودوي اللي راه يخدم في البلاد هاشا كاين تال 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 تال. هما دون تو سا سكيل ريدوي لي امبورتاتور ريدوي لي امبورتاسيون مي سي با دو سيت فاسون، كاين بزاف سوال اخرين كون بو ريدوير دون اوت فاسون لي امبورتاسيون، فهمت؟ اي اون بليس دو سا بو ريدوير لي امبورتاسيون سي كلير il faut aider la production. Il faut aider l'opérateur économique à toi l'assiette. عاونوه، اوفري لي لي بانك، ليسي لو ترافايي. انا كي نمشي نحط الاموال تاعي مثلا نحط 200,000 دينار ولا حاجه يعني في البنك، تقعد يعني 100 يعني شهر تقعد في البنك، 120% من الفاتوره تقعد في البنك لمده شهر، مش ندفع على التريزور تاعنا. ثانيا كي تقعد ماشي شهر خاطر باش توصل لي البضاعه وكل شيء، على الاقل 3 شهور 4 شهور باش توصل، وهذيك الاموال راها قاعده في البنك.